الهيئة الهندسية النهاردة اللي هو أركان حرب كامل الوزير أعلن إنهاء الحفر الجاف بالكامل لقناة السويس. قربنا، عندنا حدث كبير في شهر 8، هنفتتح الفرع الجديد لقناة السويس والتوسعة اللي بتتم. كان النهاردة وزير التعليم العالي بيزور القناة معاه وفد من الوزارة، قال إن المعدات الهندسية انتهت من حفر 35 كيلو مترا بين نقطتي البلاح والدفرسوار، وده هيسمح للكركات بالتحرك بطول المسار وتعميق القناة. وقال إن في 37 كركة تابعة لهيئة قناة السويس لتعميق القناة الجديدة للتفرعات الغربية بمجرى القناة.